اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وانتشرت في عدة أحياء ودهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة برفقة جرافة إلى المدينة. מצאנו כל הנשקים האלה כולל מטענים, מצאנו פיר. זה הגן ילדים מבחוץ.